النقطة اللي هم التأشيرة اللي احنا خدناها. جماعه يا جماعه الكاميرات اللي بتقرب دي مش عارف يعني لما تنزل هتطلع يعني لفينا كان في يعني استجابه لحد كبير يعني هو كان في استجابة منهم قوي وتفاعل يعني احنا استغربنا يعني بصراحه من واد فعلهم استغربنا يا جماعه هو موضوع هما فيه ان هم عارفين ان في اعلام جاي وانتم عارفين ان انتم موجودين فتعاملوا بالشكل الطبيعي بحيث ان هم يطلعوا يقولوا احنا بنقبل الكل بس هو لا وافقوا ولا رفضوا في الاول وفي الاخر هم بس شايفين ان في كاميرات بره ولو حصل اي حاجه هيكون فوق دماغهم بس هننزل ان شاء الله هننزل يوم 1/2 موعدنا ان شاء الله 3 مسيرات مسيرة أول مسيرة من دوان شوبا كل مواعيد الساعة 5:30 تجمع دوان شوبا سيدة زينب مصطفى محمود على مستوى الجمهورية كلها إن شاء الله بإذن الله بندعو كل النشط السياسيين والوفيين للقانون والشعب المصري كله لتقديم اختيارات على مستوى الجمهورية أقرب اسم ليهم لرفض القانون التدهور والاستهزاء بيه زي ما عملنا النهارده. بيحاولوا دلوقتي ينقضوا على مطالب ثورة 25 يناير بمداعم ثورة 30 يونيو لكنها ليست ثورة لكنها موجة ثانية من موجات ثورة 25 يناير بكل المخاطرات ان بيتم دعوة لنعم للدستور بدون ما يظهر اي دستور او حتى نموذج اولي ليه وان شاء الله باذن الله هنصعد وان شاء الله باذن الله الفترة اللي جاية هيتم رفع قضية مجلس الدولة باسمنا لرفض قانون التظاهر بعدم دستوريته.